جهاز اكشن 2 هو جهاز حديث يستخدم لتطويق لاعاده احيويه الانسجه المهبليه ولتطويق المهبل ولازاله التصبغات من المنطقه التناسليه، كما يستخدم لعلاج سلس البول عند النساء وهو حاله شائعه، ولكن فقط الحالات البسيطه والمتوسطه، اما الحالات الشديده فتحتاج الى علاج جراحي. جهاز اكشن 2 ايضا يستخدم لازاله التصبغات من المنطقه النسائيه، وله ايضا فائده في علاج الطمور المهبلي عند النساء بعد السمنه.